أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن بدء التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، وقال رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي إن تصويت المصريين في الخارج سيبدأ من 19 من إبريل الحالي ولثلاثة أيام، أما في الداخل فسيبدأ من 20 من إبريل ولثلاثة أيام أيضاً. ندعوكم أن تشاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم إبداء الرأي فيها لمصر ومن أجل مصر. مارس حقك في التصويت وأدي واجبك في إبداء رأيك. ومن أهم التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، ودور واختصاصات مجلس الشيوخ، وجواز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية، ومواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب. نتعهد أمامكم أن ندير الاستفتاء بضمير القاضي ونزاهة الحكم، ونقفل التعديلات وقفة القاضي في حياديه وتجرده في القضاء، وأن نؤدي عملها في إطار قانوني ومهني وأخلاقي حاكم لنا. وسيجرى هذا الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل. وكان مجلس النواب قد وافق على التعديلات الدستورية المقترحة بتأييد 531 نائباً ورفض 22 وامتناع نائب واحد من أصل مشاركة 554 نائباً. الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين خارج وداخل مصر للاستفتاء على التعديلات الدستورية واستكمال كافة الترتيبات التنظيمية والأمنية اللازمة لإجراء الاستفتاء. أسامة عبد المقصود، الإخبارية، القاهرة.